انا عندي 7.5 كنت انا وكميه كبيره من مخدر الاكستا كت داك لا بغيش متشبت بها. هذيك 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 كاينه فينا حنا كأمهات، ولكن اون جينيرال انا كنقول ولدي وفات كاينه، ولكن ملي خديت الخبر يعني صافي تفاجات به، يعني كانت بالنسبه لي لي ضربه قاضيه وبدايه معركه اللي ما كنتش عوالي عليها، معركه ديال نعرف ولدي كيفاش مات. نفس الأسئلة حملناها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي كثفت أبحاثها بناء على ملتمس السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، الذي على خلفيته أصدر قاضي التحقيق تعليماته بتكثيف البحث في الملف سنة 2017. التحقيق المعمق سيفضي خلال العام الجاري إلى اعتقال المشتبه فيهم وإيداعهم بالسجن المحلي بمدينة الدار البيضاء. بين مجموعة من النقاط اللي فاتنا بزاف هذا البحث هو الأبحاث التقنية على الهواتف المحمولة ديال المشتبه فيهم اللي كانوا كيستعملوها في سنة 2007، حيث تبين بعد التدقيق في تحليل هذه المكالمات الهاتفية بأن مجموعة من تضامن الهاتفية ديالهم ورصد التموقع الجغرافي ديال التواجد ديالهم بين تواجد ديال المشتبه فيه الرئيس حوالي 10 ليلا منطقة طامريس ومع الساعة 11 منطقة زناتة في الدار البيضاء، غير أنه بعد المواجهة ديالو بل كما قلت لك النتائج التقنية والتصريحات ديال الشهود اللي كيأكدوا التواجد ديالو في الدار البيضاء وبأنه اقتنى كمية ديال المخدرات اللي هي كبيرة يوم الحادث وبالتواجد ديالو في منطقة طماريس مع 10 ديال الليل ومنطقة زناتة مع 11 ديال الليل وبمكالمة ديالو هاتفية مع 11 ديال الليل مع أحد المشتبه فيهم اللي قلت لك بقى في المحمدية، لم يجد بدا من الاعتراف بحقيقة الأمر ديال المشتبه فيه الرئيسي. كان بتفصيل حيث أفاد بأنه راه أكد تصريحات ديال الشهود بأنه راه جا للدار البيضاء هو والمختفي نهار الواقعة وبأنهم اقتنوا كمية كبيرة من مخدر الإكستا كتوصل 30 ولا 40 حبة. انتقلوا للشاطئ مدينة المحمدية، هناك تناولوا المخدر ديال الإكستا وتناولوا المشروبات الكحولية، غير أن المختفي يعني تناول هذا المخدر الإكستا بإفراط. كذلك سيتعمد هذا المشتبه فيهم اثنين بنقل هذا القاصر المختفي من المدينة المحمدية إلى غاية سيد رحال خوفا من معرفتهم أو مشاهدتهم من طرف أي من المعارف ديالهم لاكتشاف الأمر، يعني خوفا من اكتشاف الأمر باش ما يشوفهم شي واحد معاه هو في هذيك الحالة ديال الغيبوبة وداك الشيء، راه داو المنطقة طماريس راه تم بإرشاد ودلالة من هذا المشتبه به الرئيسي، يعني تم انتقال عناصر من هذه الفرقة اللي ورانا المكان بالضبط فين تخلاو فيه على الجثة ديال المختفي تهامي بناني. في هذا الصدد تم التنسيق مع مجموعة من المصالح، بداية من مصلحة الدرك الملكي
لان الجثة حسب التصريحات ديال المشتبهين كيقولوا بانه راه حطوه في واد مرزك من غير الدرك الملكي. تم تنسيق مجموعه من المصالح يعني مصلحه الطب الشرعي سواء بالرحمه او بنور رشد يعني مراكز الوقايه المدنيه مجموعه من المصالح حتى تم التوصل الى تقرير ديال التشريح ديال الجثه يعني تقريبا بنفس المواصفات اللي عطينا حنا اللي مدينا بها هاد المصالح. هاد الصور فوتوغرافيه تم عرضها سواء على والده المختفي حياه عالمي او على الاخ ديالو وحتى على المشتبه فيهم اللي اكدوا يعني سواء الوالدة ديالو ولا الأخ ديالو ولا اثنين من المشتبهين الرئيسيين اللي تخلصوا من الجثة ديالو في الغابة اللي كيأكدوا بأن هذيك الجثة راه ديالو وبأن هذوك الملابس راه ديالو لدرجة أن الوالدة ديالو تعرفت حتى على الجوارب ديالو يعني كانت الملابس واضحة وكل شيء كان واضح. وبيتك تصويرة ضربتي لي بيدك عليها قلتي لي هذا كان عندي 7 ساعات خرجت الصباح لا ما قلتيكش انا داويتو لا سمحي لي مخصوع عليه الطوح ما مخصوع عليه لا 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 ماشي خاسر انه ماشي حياة ولدي بالضبط واش الجثة ديالو تنكل بها وتمثل بها واش الجثة ديالو كاينة أو ما كايناش كي دي جثة دي قبر كي دي وفاة دي بلاصة معينة فين تدفن هذا السيد هذا هذه كلها أسئلة كنطرحها.